ثلاث اسود كبيره تمت عندي، ما دهمني الوقت وما قدرتش اخذهم. وطبعا خلال بالضبط اسبوع 10 ايام لو احنا ما طلعنا هنش حيموتن طبعا، لانه ما فيش عندهن لا اكل ولا مية. انا فقدت في الحرب ثلاث اشبال اسود، فقدت خمس قرود، فقدت امبارح اللي هو كانت عندي والد قرده فقدت ابنها برضه، فقدت سناجب بيجي تسعة. أنا بوجه نداء إلى الجهات الإسرائيلية إنه هذه الحيوانات ما إلها أي علاقة في الإرهاب. كل اللي أنا بطلبه إنهم يساعدوني ويعملوا لي تنسيق عن طريق اليونروا أو عن طريق الصليب إني أنا أجيب الحيوانات اللي تمت الثلاث أسود إلى المكان اللي أنا موجود فيه حالياً.